حلوة للأسف أنا موجود حتى لو كان نجم كبير. لأنه أنا صرت شوف مثلا كثير ناس، في ناس عرفوا قيمة ذكرى من بعد وفاتها للأسف. صحيح. يعني من بعد وفاتها صاروا يقولوا الله ذكرى والله حرام ما كان حدا عم يسمعها، لأنه ما كان في إلقاء الضوء بشكل كبير على هذا الصوت. نعم. فاللي صار انه انا بخاف على حالي كمان اني انا اصير مثل هذول الناس، انه اذا ما كان عندي اغنيه حلوه انا ما بنجح، واذا ما صورت كليب حلو كمان انا الناس ما بتتقبلني، فبتلاقيني بتطلع عيوني بالطول وبالعرض وانا عم نقي الاغاني. نعم. يا ترى، وبسال الناس كلها، بسال يمكن شوفير تاكسي، البياع، اي شخص، لانه هو بيكون من الناس العاديين اللي حيشوف حيقول لي انه هالاغنيه والله حلوه ولا لا. صحيح. فانا كثير بسال ناس لحتى اوصل، لانه انا اثبت نفسي اني انا موجوده بهي الساحه الفنيه واقدم للناس شيء حلو. جميل. احنا زي ما قلتي اصبحنا في عصر الاغنيه مش في عصر المطرب، ودي حقيقه لازم نسلم بيها كلنا. ذكرتي اسم عزيز عليا وعزيزه اكيد على كل اللي معنا في الاستوديو واللي بيشوفونا، الفنانه الراحله ذكرى. مش هفوت النقطه دي، انا اعرف انك من عشاقها وبتغني لها حلوه قوي. اتمنى اسمع منك حاجه ليها واحنا قاعدين. هقول وحياتي عندك. رفقنا الفرقه ولا بنقول عادي؟ يلا دندنة. وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر، وان كان بعدك شيء متقدر خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك ده انا مش ممكن ابدا حقدر على الاشواق يوم لما تسافر. وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. وحياتي عندك، وحياتي عندك. الله الله. انا صوتك هو اللي مصبرني عليكي. انا صوتي لسه مجرى الدمع لسه ما راح، فلسه صوتي عم بيرجع. لا لا، جميل ما شاء الله، يعني فعلا من احلى واقوى الاصوات الشبابيه اللي موجوده حاليا على الساحه. سوريا بلدك؟ طبعا طبعا. رويدة نصها مصر يا جماعة ونصها سوري، لأن من والدة مصرية من أم مصرية وأب سوري. شعبك هناك لقبك بسوبر ستار سوريا، وهذا اللقب أثار حفيظة بعض الفنانات. الفنانة هويدة قرأت الكتب عن لسانها، قالت يجب على رويدة ألا تلقب نفسها بسوبر ستار سوريا. هل اللقب هو من يصنع النجوميه ولا النجوميه هي من تصنع اللقب؟ لا 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 ابدا، انا لو كان حلمي اللقب كنت لحد هلا شفتيني بسوبر ستار عم راوح مكاني. ما كان طموحي اني انا اوصل اخذ لقب سوبر ستار العرب، كان طموحي انه انا كل العرب يسمعوني. كل الناس، كل اللي الفنيين الموسيقيين اللي لهم كثير مجال كبير بالفن، انه يسمعوا صوت رويدة وينتبهوا انه في صوت حلو. هلا انا ما بيحق لي انا لقب حالي، بس الشعب لقبني، شعب سوريا، يعني الناس اللي بيحبوني هن اللي قالوا نحن رويدة سوبر ستار سوريا. يعني هلا هن ما كانوا عندهم. وتستاهل ولا لا؟ تستاهل. بصراحه رويدة ما لغوا ابدا وجود الفنانات الباقيات ابدا. يعني نحن كنت، انا يعني سوري، انا بدي اقول لك شغله، انه انا كنت ببروجرام كانت كل الناس سوبر ستار وتصويت وسوري ولبناني واردني، وهذا الحكي اللي صار موضوع قومي. صحيح. انه الناس
نحن بنحب رويدة كثير، نحن بأي شيء بدنا نصوت لها. صحيح. فالناس لقبوني محبة على العموم. حدا رويدة هي أصغر فنانة بارزة سورية موجودة على الساحة. أكيد نعم. إحنا أنا لما قلت تستاهل ما بلغيش الناس الكبار اللي موجودين في سوريا واللي هم على رأسنا من فوق، الست أكيد. ميادة والست أصالة أكيد. والفنانة هويدة برضو مش من جيلك طبعا. ولا هي من زمنك. الأستاذ الكبير صباح فخري عندكم أسماء كبيرة كثيرة الحمد لله. ولكن هي السوبر ستار النجمة الشابة أصغر واحدة فيهم آخر العنقود واللي فعلا شرفتي بلدك بظهورك وباحترامك لفنك الحمد لله. من نجمة سوريا الأولى؟ الناس بتقرر مو أنا بقرر. أنا كل لما أنا بشوف مثلا كل شخص بسوريا ناجح فهو نجم. نعم أنا برأيي هيك. والناس هني اكثر ناس بيعرفوا مين هي نجمة سوريا الاولى. انا بطمح انه انا اكون، اكيد بعتز لبلدي، بس انا بطمح كمان اكون نجمة لكل العرب. يعني انا بلدي على راسي سوريا. وطبعا بشلها كل الاحترام واللي عملت فيها سوريا. يمكن انا بدي طول عمري احترمهم وطول عمري انا اقدم لهم كل الوفاء والمحبة لهذا الشعب الطيب اللي وقف بجانبي. نعم رويدة حنطلع لفاصل اعلاني وحرجع اتكلم. هويدة مين يا جماعة؟ رويدة اصبحت حزينة ووحيدة، اصبحت بلا بيت بلا سيارة وخرجت من بيروت. وانفصال رويدة عن زوجها حسام او اشاعات الانفصال التي طولتها بعد هذا الفاصل الاعلاني. ارجوكم استماع. النهاردة أنا جايالك وناوية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا يا واثقة أوي أوي أوي. رويدة قبل ما أدخل في مواضيع حساسة عايزة أتكلم عنها، قلتي جملة قبل ما نطلع للفصل الإعلاني إن دلوقتي يعني بمعنى إن الفن حاليا أصبح يدخل في لعبة السياسة. في برامج الهواة اللي احنا بنشوفها سواء كان في سوبر ستار او في ستار اكاديمي، في الاخر بينقلب الموضوع لمناطق جغرافية. الخليجي صوت للخليجي، والسعودي للسعودي، الكويتي للكويتي، المصري للمصري، السوري للسوري، اللبناني للبناني. ليه؟ برغم ان الفنان المفروض ان هو ملوش هوية، والفنان زي ما انت بتطمحي يكون فنان لكل العرب المفروض. اكيد. ايه رايك في هلا اللي بيصير انه يعني انا من خلال التجربه اللي انا عشتها بالبرنامج انه مثلا بيصير انه انا بدي صوت لرويدة ولا وسوريه رويدة ولازم صوت لها، مثلا ديانا من الاردن لازم صوت لها لانه اردنيه وهذا الحكي، مع انه انا باخر حلقه كان طالع لي كثير اصوات من الاردن صحيح ومن كل العالم العربي. بس بيصير انه هلا اكيد بيصير عندك شعور الوطنيه انه لازم ساعد انا هذا الشخص لانه ابن بلدي. هلا مو غلط اني انا ساعد ابن بلدي، بس انا الفكره اللي انا كثير يعني انا بنقدها انه يصير واحد تهجمي، يصير عدائي ضد الشخص الثاني انه كمشتركين. طب انا مشترك وبدي غني، وانا عم غني لكل، لما اكون عم غني للفنانين ما كل واحد جنسيته من مكان شكل، انه ليش ما كان في تحيز هذول الناس وصار في تحيز لاننا كمشتركين نحن هواة يعني لسانا باول طريقنا. نعم. واجهت بعض المشاكل انه لا وكذا ما بتستاهل وبتستاهل وهالقصص، بس دخلت قصة الجغرافيا بالموضوع الفن خسرنا كثير قصص. يعني انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على غريب. بالضبط كده. على العموم الفنان اكيد عمر، بما اننا عرب جميعا فجنسيته هي العربية هي الاشمل، وعمر ما بتحد جنسيته من نجوميته او من وصول فنه لأي كل سومو بس دولة مصر. شخص. صحيح. ست ام كلثوم لكل العالم العربي. فيروز. ست فيروز. يعني نعم محبوبة. وديع الصافي لهدول الناس الكبار. نعم. يعني ما انه كل الناس تسمعهم كل الناس بتحبهم. صحيح. مو بس فريد الاطرش، فايزة احمد. أكيد. الله يرحمهم جميعا. الله يرحمهم. يعني ناس كانت جنسيتهم حتى بتضيع وسط لهجتهم طبعاً. المصرية. طبعاً. وعيشتهم في مصر. انا قلت رويدة حزينة ووحيدة، اصبحت بلا بيت ولا سيارة
ولا سيارة أو ولا سيارة، خديها على السوري واللبناني. وخرجت من بيروت. هذا العنوان مانشيت نزل في آخر عدد لمجلة الجرس. الحكاية هلا اللي صار أنه أنا اتصلت بست نضال أحمدية اللي بدي وجه لها تحية كثير كبيرة، نعم، ومن خلالها كل الصحفيين اللبنانيين أكيد، نعم. فاتصلت أنا فيها وقلت لها ست نضال أنه انت من وين عرفتي؟ انه صاير معي موضوع بس انت من وين عرفتي؟ فاتي الوداع انا اللي مصادري الخاصه وانا ما بدي اسال اكثر من هيك. هلا انا ما كثير بدي اطول بهذا الموضوع. اللي صار انه انا في كونترا بيني وبين شركه سيرياتيل، واحد الاداريين الخليوي السورية الهواتف، نعم. واحد الاداريين بشركه سيرياتيل وبدون سابق انذار، نعم، اخذوا السياره. انا ما كان في شقه، لا، انه هن كانوا على اساس انه هو راتب شهري او اجار شقه، نعم. فانا ما اخذت شقه لانه كنت وين شقه، يعني انا كل يوم مسافره بمحل شكل يعني، نعم. فاللي صار انه هني اخذوا السياره اللي كانت هي قدموا لك عربيه ورجعوا اخذوها. بالضبط. فلقول لك شغله، انه هلا انا بدات لوحدي، معلم كمل لحالي ما في مشكله، محبه الناس اهم من السياره واهم من البيت واهم من اي شيء بالدنيا. يعني انا بعتبر الشعب السوري قدم لي اكثر من كل هدول القصص وبلا. تكملي بمحبة الناس، عمر ما العربية هتوقف رويدة عند حد معين، وبكرة تجيبي أحلى عربية في الدنيا يا شيخة، ولا يهمك خليك تطلعي فيها كمان، اعملوا جمعية وجيبوا لرويدة عربية. لا مش للدرجة دي يعني، بس انه احيانا بيكون الشخص بحاجة لدفع ولو كان معنوي. صحيح. فخلص ما في مشكلة، رب العالمين رزاق، وانا ما عندي مشكلة، شوي شوي بوصل للشيء اللي بدي اياه ان شاء الله. تعالي اجيب شوية في سيرة جوازك. تزوجتي خطيفة. نعم. خطيفة كلمة بنسمعها في بلاد الشام، خلينا نقول في سوريا في لبنان، ما اعرفش لو في الاردن في جواز خطيفة ولا لا. في الاردن يمكن يكون في. يعني ايه زواج خطيفة؟ حب. حب بيكونوا الاهل في معارضة، من قبل الاهل، فبتتزوجي بدون موافقة اهلك. نعم. نعم. هلا اللي صار ايه؟ انه انا حبيت حسام كان عمري 16 سنة. نعم. وكثير صار في قصص انه انا بدي يصير في انه انا اخطب رويدة ونتجوز ونعيش وهذه القصص. كان في عدم رضا من والدتي. نعم. يعني كان هي عندها اسباب الثانية، فانا ما كثير بدي ادخل بخصوصياتي لهذا يعني. اللي صار انه انا لو كان في شيء غلط مثلا، هلا كلمه خطيفه انه انا طلعت خطيفه انه يوم بس نحن متزوجين على سنه الله ورسوله. نعم. يعني ما في شيء غلط يعني. وبعدين صار لي 4 سنين انا وحسام، لو انه كان في شيء اي غلط لا سمح الله، او لو انه كان هو هن معتقدين انه اخذيني على طمعه وهالقصص، كان بان من اول سنه او من ثاني شهر يمكن بعد زواجي. مش بعد 4 سنين. يعني انا في محبه الحمد لله لحد هلا موجوده. وكثير ناس بيحسدوني بيقولوا لحد هلا رويدة بتقول له حبيبي وبحبك وحبيبتي وهالقصص ومنغنج بعضنا كثير كثير كثير، فكثير في ناس بتحسدنا على القصة. نعم. فاللي صار انه انا تزوجت طلعت بدون شعور اهلي لانه انا بحب هذا الشخص. نعم. اني انا اخترته لاني انا بشوف نفسي اني انا اخترت صح حاليا هلا. طيب، حبيتي عمرك 16 سنة طفلة صغيرة، اتجوزتي عمرك 18 سنة، طفلة كبرت شوية، اوكي. دلوقتي ما شاء الله بقى لكم 4 سنين متجوزين. الصحافة والإعلام المكتوب تناول حياتك الزوجية بأكثر من صورة، صوروا حالة انفصال وشيكة بينك وبين زوجك حسام. في عدد من ملحق الأهرام العربي ذكرتي العنوان كان رويدة لن أخلع زوجي، أن الجمهور مباشرة بيسألني هل ستطلقين زوجك؟ فهل المرأة هي من تطلق؟ وعن نفسي أقول لكل امرأة تخلع زوجها يا رب تنخلع من الدنيا. والله حرام عليك يا شيخة. لا مو في ناس بتخلع جوازها بيبقوا يستاهلوا نص. أكيد. هلا في رجال بيستاهلوا قص رقاب يعني. سوري ما حدا يزعل من الشباب. كتير. في كتير قوي. ها. لا وفي شباب مثل الورد. يعني زي اللي عندنا النهاردة. نعم. بس لا في يعني في شباب بيكونوا عينهم زاغه، يعني بيكون متجوز وعينه زاغه وعم تلعب على الميلين. انا بتمنى هذا اضربه كف على وجهه كيف ما اتجه يعني. نعم.
اديله. انا بقعد مثلا بصالون الشعر بكونوا قالوا لي رويدة حسام كذا ايه تاركتي هلا بكون عينه بقلن انا واثقه شو في عندي مو لانه حسام هو بده يتطلع لا لانه بعرف انه هو بحب رويدة خلص هي اكبر دليل عندي وفي احيانا بيكون في نسوان بالضبط يعني بيكون زوجهم انسان كثير يعني بيكون مانه كويس فانه بتخلعه بتخلع رقبته يعني طب طلقوكي وجوزوكي وولدوكي كمان ولدوني اربع اولاد عندي وحببوكي الى اخره من الاشاعات دي تفتكري ايه الغرض من كل ده هلا الغرض انه هو بيكون قاعد ما عنده شيء نتسلى بهالخبر نكتب انه رويدة اتطلقت ناخذ مصاري من الجريده بقد ايه بتفيد الاشاعه الفنان هلا الاشاعه ان كانت سيئه وان كانت جيده هي لصالح الفنان بالنهايه لانه الفنان هو بينفيها وهو بيصدقها بتخدمه قوي يعني. تخدمه يعني هلا بس اكيد ما بتخدمه اذا كانت يا لطيف بقى حاجه فاضحه وحاجه زي كده لا يعني هلا اكيد لو ما انا بعتبر نفسي ناجحه كثير ما كنت تناولت انا الصحف هي بهالدرجه ولو ما انهم غيراني من حسام يا ولد انت يا فيل فينك يا حسام ما كانوا كتبوا في كثير ناس دخلوا على الخط وكثير ناس طلعوا قليلين اصل وفاتوا صاروا يحاولوا انه شو بدك فيه خلص ما انت وصلتي لوين وصلت ما هذا حبيب قلبي ابدا انا بترك الفن كرمال عيون حسام يا بختك يا حسام ليه يا رب ما خلقتكمش حسام هلا برجع على البيت بيقولوا لي دافع لك كام رويدة ايوه مثلا دافع لك كتير مش جوزك بقى قولي لي يا ستي حسام اكبر منك ب 13 سنة نعم يعني فرق سن كبير فقدتي والدك وانتي صغيرة يعني فقدتي حنان الاب هنرجع نعيط؟ لا ما تعيطيش امسكي نفسك شوية هعيطك في الحتة اللي بعديها اي حبيبتي هل مثلا فرق العمر اللي ما بينك وبين حسام ده بيخليكي تشعري بامان تجاهه اكتر بيوفر لك امان الاب اللي انت اتحرمتي منه بيفيدك اكتر من ان هو ممكن يكون علامه سلبيه اكتر من ان هو يكون ايجابي لان فرق العمر 13 سنه هو اي نعم شكله شاب حليوه ووسيم وطويل وججل حبيبتي بس برضه هو اكبر منك ب 13 سنه هلا اكبر منك بيوم اعرف منك بسنه اها انا بمجالي وبالاخص بالفن واكيد المايسترو انطوان بيأيدني بانه انا لازم يكون وراي راجل لانه بهذا المجال ما بتتصوري يمكن يكون قاعد واحد غمزني هيك فانا بنخض منه يا لطيف ماله ده بيحصل لك كده كتير يعني كتير قصص بتصير ردة فعلك بتكون ايه ردة فعلي اني بقوم بدي اضربه يعني فعشان بقول لي رويدة وكذا ورؤي وما بصير وانا انا انا زلمه رويدة رؤي يعني انا بقوم بهدمه يعني بس انه رؤي شوي فاللي بيصير انه انا شعرت كتير بامان يعني هو كتير وعاني لكتير قصص يعني انا مثلا كنت كتير امزح مع اي حدا ايه خلص واضربه هيك اللي لا رويدة ايدك ما بتنمد على حدا ما بصير ما بصير تتجرأي بالكلام ما بصير يصير في مزح بينك وبين اي شخص لاول مره بتشوفيه بالفعل يعني هل انا يمكن كثير احيانا مثلا بتناقش على شخص بقول له لا هذا منيح وكويس وبيطلع بالاخير مش كويس يا لطيف يعني بيطلع يعني حسام قادر ان هو يرسم لك طريق حياتك الفني والشخصي وانت مغمضه عينيكي واثقه جدا ان البني ادم ده هو سبب رئيسي في نجاحك الحمد لله اكيد يعني هو مأمن لي كل شيء انا بدي اياه بحياتي يعني هلا احيانا بتصير مشكله ما بيدريني فيها حسام كرمال ما يزعجني نعم كرمال ما يجرحني يعني دائما بقول بعده رويدة على المشاكل بعده رويدة عن اي قصص رويدة عايشه للفن عايشه لتغني حلو ما انا عايشه لحتى تعاني وتزعل وتبكي وهالقصص هي حلو قلتي لدي اتفاق مع زوجي في حاله ان يمسني شيء سيء او يمس عائلتي ويكون ناتج عن الفن فساتركه وذكرتي قبل شويه في كلامك انه عند حسام ممكن تسيبي كل حاجه اي شيء أي بس الفن يعني للدرجه دي حسام اغلى من الفن عندك اغلى من اي شيء بالدنيا لانه محسسني بامان بحسسني بكثير قصص طب قولي لي ايه الشيء السيء اللي كنت قصداه يعني في حاله قلتي شهرتي بتقف عند حدود بيتي وفي حال مسني اي شيء سيء من الفن
فأنا على استعداد أن أتركه في سبيل عائلتي. هلا أنا ما بعرف شو الظروف اللي قدام شو بيصير معي. بس أنا دائما بحط الحذر لأي شيء. يعني أنا بخاف مثلا حدا يقدر يتجرأ يدخل على حياتي الخاصة. ويمكن بحالة غضب إنه أنا مثلا أحكي شيء مثلا ويجي هذا الشخص يقوله فيما بعد. يعني أنا كثير بخاف من هذول القصص، بخاف إنه حدا يدخل محيطي. يعني هالقوقعة اللي أنا قاعدة فيها ما بحب حدا يدخلها، يعني أنا وحسام ما بحب حدا ثالث يفوت بيناتنا، حتى لو كنا عم نتقاتلوا بعض، عم نتقاتل أو أي شيء من هالقصص، ما بحب حدا يدخل بيناتنا أبداً. فلما بحس إنه أنا بيوم من الأيام إنه الفن رح يقدم لي أذية لإلي أو لحسام أو لأي حدا من عائلتي، رح أترك الفن. تستاهل. ان شاء الله ما يصير معي، ان شاء الله ما يصير معي، ان شاء الله. لا ايوه بالضبط، مش عايزه اسيب يا رب، مش عايزه اسيب. مش عايزه اسيب يا جماعه. لا يا رب، ربنا يحميكي وما يحصلش اي حاجه ويديم السعاده الزوجيه دي، لان زي ما وراء كل رجل عظيم امراه تشده للوراء. نعم. بتقولي نعم؟ تدفعه للامام. وراء كل امراه رجل اكيد عظيم بيدفعها للامام. مشروع الأمومة مؤجل؟ قريبا. قريبا؟ نقول مبروك؟ لا مش دلوقتي يعني، لسه بطنك مش باينة. لا هلا الحاجات ورجيم وتبع الاخ. الله الرجيم، الله يرحم. لسه. ايام الرغيف ايام الرغيف الحلو. جعانة الظهر، مجوعين الجامد يا شيخة. ايه سلطات وكذا وهيك أصلاً. يعني قريب حنفرح ان شاء الله. ناوية يا رب اذا الله طعمني، يا رب قريبا ان شاء الله. يا رب دلوقتي انا عايزة اسمع الناس صوتك الجميل الكروان وهو بيغني. بقالنا مدة بنتكلم وبنتغزل في حسام ابو العيال ان شاء الله في المستقبل. يا رب. تغني له ايه؟ مكتوب لي. مكتوب لي. مكتوب لي يا شباب. يلا اتفضل. Yeah.
اغلى واحد في حياتك، اغلى انسان في عمرك مين؟ والدي الله يرحمه. الله يرحمه. ماشي. الاهل طبعا ليهم مكانه خاصه بتكون، بما ان والدك هو اغلى انسان في حياتك، انا اعرف انك انت بتغني للاستاذ الكبير وديع الصافي بطريقه جميله جدا، وبتأدي له بطريقه حلوه قوي على الطريقه الانثويه. نفسي ان انا اسمع راحوا الغوالي يا دنيا. لا حرام عليك عن جد. لا شو قصه اليوم؟ حرام وفاء. ليه يا حبيبتي؟ بص، الناس بتقول عليك انك انت قلبك قاسي، وبيقولوا عليك ان ملامحك قاسيه شويه، فانا عايزه اوريهم الانثى الضعيفه اللي جوه رويدة عطيه. حرام يعني، انت هلا جيتي على اكثر اغنيه. لا بتغنيها حلو، انا سمعتك مره بتغنيها حلو قوي رويدة، لازم اسمعها منك ولو حته صغيره. هنعيط يعني؟ لا مش هنعيط ولا حاجه. يلا. يا دنيا راحوا، راحوا الغوالي يا دنيا. خدي روحي يا دنيا، خدي عمري يا دنيا، خدي روحي يا دنيا، خدي عمري يا دنيا، بس رديلي راحة بالي. يا 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 رويدة، انا كده هزعل من نفسي، انا مش شريرة. لا اللانسز اللي انتي لابساها ولونها عسلي وحلو، هنبوظ مكياج بسام فتوح. بسام هيزعل كده. ربنا يا حبيبتي يرحمه ويخلي لك حسام واخواتك ويخلي لك مامتك ويديلها طول العمر. الجمهور كله بيحبك. ايه بتحبوها حبيبتكم مين؟ طب بذمتكم الأغنية إحساس أحلى من كده سمعتوه يا مايسترو؟ سمعت إحساس أحلى من كده؟ روعة مش كده؟ رويدة يلا اللانسز دي عايزاكي تسيبيها لي وانتي ماشية. عجباني لونها حلو. انتي الزاير بدك اياها تطلع برات عيني. والله ما هي عجباني فانا عايزة اخدها. مين محرضك عليه؟ بس اني انا اليوم جاي مبسوطة على الحلقة وهيك. كتير كتير محرضني عليكي، كل الناس اللي بتحبك وقاعدة دي قالوا لي عايزين الماكسيموم يطلع من رويدة النهاردة. حياتي قولي لي بقى، تعالي ندخل في حاجة تضحك. اوكي؟ نقلبها كوميدي شوية. معظم الفنانين والفنانات سواء كانوا ممثلين مطربات ظهروا على الساحات الفنية منذ القدم بأسماء مستعارة ليهم اسم فني. حتى الواحد لما بيقول أجيب لك كلينات، جيبوا لها كلينات. حتى الواحد لما بيقول أنا اسمي فلانة وبتكون فنانة، ده اسمك الحقيقي ولا ده الاسم الفني؟ أثير حول اسم رويدة الكثير من اللغط، وادوا للموضوع حجم أكبر منه قوي. اسمك رويدة حاليا، طلعتي من حمص ورحتي للشام باسم عبيدة على وزن رويدة، ليه غيرتي اسمك؟ دي أول حاجة. عبيدة ما كانش عاجبك؟ لا ما قصة ما كان عاجبني الاسم، بس في بعض الناس بيكون هيك يعني حشريين زيادة على اللزوم، فانه عبيدة اسم شاب مو اسم بنت. دائما كانوا انه عبيدة تعال لهون، فانه انا بنت يعني يا جماعة. انه شوي شوي لي، فاللي صار انه انا كان اقرب شيء يعني. هلا بالفن مو غلط اني انا عمو شيء يفيدني يعني، وانه هلا يمكن يكون فنان بحاجة لتجميل يمكن يعمله اذا هو كان محتاجها كثير. صحيح. فانا انه لقيت اسمي انه انا بغير اسمي وبعمله رويدة،
نعم ميرسي لك. فرجاء ما عاد بدي بكمل بكي رجاء وفاء. لا خلاص بصي، طب انا عايزه اقول ان عبيده هو تصغير لعبد او عبده. والعبد في لسان العرب هو الانسان حرا كان ام رقيقا. وراجع الاسم لان العبد بيكون مربوب لبارئه عز وجل، فمعناه جميل ومش وحش. طبعا والدتك سمتك عبيده لان الست ليلى بارودي اخت الفنانه سميره بارودي كان ليها ابنه جميله جدا اسمها عبيده. دلوقتي هي اكيد كبرت وتلاقيها اتجوزت وخلفت، فتيمنا بهذا الجمال الرائع اللي كانت شايفاه قدامها حبت تسمي بنتها عبيده. يمكن تطلع حلوه زيها، يمكن يمكن ما طلعتش ولا حاجه. حلوه وزي القمر كمان. ميرسي ميرسي، بس ما شاء الله معلومات خطيره يعني. شايفة والدتك ادتني يعني تفاصيل دقيقة جدا. انا بحيي والدة الفنانة رويدة عطية. قوليلي والدتك دلوقتي بتناديلك رويدة ولا عبيدة؟ عويدة. عويدة؟ لا بجد. لا انه بتقلي عبيدة او رويدة يعني انه عادي، بس انه انا بحب لما بيعيطولي عبيدة بتذكر كل شيء كنت ايام زمان. نعم. هلأ حتى احيانا مثلا اذا حدا قال لي عبيده يمكن ما كثير بنتبه للاسم، لانه كثير صار رويده قريب مني. رويده اقرب. وبالفعل كان اسم رويده جاب لي حظ كثير. نعم. هذا الاسم. يا رب الحظ يفضل على طول معاكي يا ست عبيده. شكرا. انا دلوقتي عايزه اطرب مشاهدينا وجمهورنا الحضور بصوت رويده عطيه لما بتغني لمين يا جماعه؟ لورده. هم شبيهه كان نفسهم ورده. النهارده حد لهم الفرصه مرتين يطلبوا دلوقتي في اخر الحلقه. نسمع لورده ايه؟ لولا الملامه. اتفضلي. يا رب. Thank you.
يعني بصي ليكي حق تخافي من الحسد. ليه؟ علشان صوتك. ربنا مديلك نعمة فعلا. ربنا يحفظها لك يا رب يا رب. بتخافي من الحسد رويدة فعلا ولا كان هزار؟ اكيد يعني الحسد مذكور بالقرآن الكريم. يعني ما كنتيش بتهزري معايا؟ لا انت اعوذ بالله وحياط الله انت مالك على ابدا. بعد بنحكي. رويدة ساعدت معاك قلتيها لمين؟ لا هلا كثير والله كثير سألوني هذا السؤال وانا قلت لهم هي الاغنية يا جماعة كلامها هيك رجعوا للشاعر استاذ انور الزين ليش كتبها؟ يعني هلا تعبتي معك بتمثل كثير حالات ناس عايشينها. نعم. بس انا الحمد لله انه يعني انا ما بعتبر انه هي مثلت لي شيء هالاغنية سوى اني انا غنيتها وعشقتها. صورتيها فيديو كليب مع المخرج الرائع باسم كريستو. نعم. وانا عايزه اوجه له تحيه خاصه لانه النهارده طبعا. هو معانا طبعا مشرفنا النهارده باخراج هذه الحلقه وكميل طانيوس مخرجنا العزيز يرجع بالسلامه من مصر. الكليب كان حلو ولقى استحسان كبير قوي من الناس ورويده قدمك فيها باسم بشكل جديد برضو. قد ايه راضيه عن الصوره اللي قدمت فيها باسم كريستو؟ كان مفاجاه للناس ظهوري. نعم. كثير صار يقولوا اكيد عامله تجميل رويدة. اها والله العظيم يا جماعه ما انا حلوه رباني. لا مو قصد حلو رباني بس اللي صار انه يعني لما تعمل تجميل مش شو خايفه لما هعمل هعمل ماني ما رح اسال يعني بذمتك مش عامله حاجه دلوقتي. لا والله طب لا وكثر انه ما بحس انه انا بدي شيء يعني ما عارف كثير بيقولوا انه انت في عندك البروفيل تبع انفك شوي رويدة بدك تعملي له. انا بقول ما بدي انا بيهمني صوتي بالدرجه الاولى هذا اهم شيء. يعني باسم قدر ان هو يظهر الجمال اللي موجود عند رويدة واللي يمكن كاميرا التلفزيون ما كانتش قادره على ابرازه بشكل جيد. يعني سوبر ستار كنت انا عم بطلع انساني قاسيه الملامح. عم بطلع كثير كنت كبيره بالعمر. نعم. يعني هلا مع استاذ باسم انا طلعت كثير يعني صغيرة بالعمر قريبة للناس بنوتة لذيذة. هلا اللي صار انه انا صورت كليب الاول وكانت الفكرة غريبة للناس. هلا في ناس قالوا انتقدوها احنا بنحب رويدة كنا لو انه مثلت اكثر. ايه بس هو كانت الفكرة تكنيك كانت الفكرة جديدة على الناس. صحيح. قالوا في كثير ناس حبوا الكليب. يعني كثير ناس قالوا بالفعل فكرة حلوة. على فكرة في كليبات في البداية ما بتتفهمش لازم الواحد يشوفها مرة واثنين ده بيبقى ميزة ليها. أنا يعني مثلا إن الحاجة شفته 50 مرة أول مرة شفته 50 مرة على ما فهمته ومش بقى. نسأل باسم يا ترى فهمه من أول لحظة ولا لا؟ رويدة طبعا الشاشة إنه هلا بدي يطلع الكليب لا ما عم صدق. قولي لي مين وارد تصوري معاه الكليبات الجاية؟ يعني احنا سمعنا ان المفروض ألبوم من اول نظرة كنت تصوري منه اغنيتين كمان اللي هي فكريني كانت اغنية ايه؟ مكتوب لي مكتوب لي وحسمت الامر وحسمت الامر مظبوط صرحتي اكتر من مرة انك حتصوريهم ما تصوروش مشان السفر مشان السفر بقى تفتكري؟ لا دي وراها إن هرجع أعرف الإن إيه بالظبط اللي وراها ومين الأسماء المطروحة للتعامل في الكليبات الجاية وهل ستعيدي التجربة مع المخرج باسم كريستو ولكن بعد هذا الفصل الإعلاني أرجوكم ابقوا معنا. نجمة غنيلي رويدة عطية والجزء الأخير من حلقتنا وسهرتنا النهاردة. قبل الفصل الإعلاني قلتلك لماذا لم تصوري اثنين فيديو كليبس زي ما صرحتي قبل كده من ألبوم من أول من نظرة. هلا أنا أكيد وجه شكر كبير لشركة الشمس اللي هي متبنيتني حاليا. نعم. هلا صار في لوم على الشركة إنه هني ما صوروا لي. يمكن قلة الخبرة أو شيء بس يعني هلا انا مني يعني باسمي واسم شركه الشمس بوعدك انه حيكون بالشغل القادم اربع كليبات اذا الله راد. جميل. واذا ما تصوروا الاربع كليبات حوريكم يا شركه الشمس. ما انا لوحدي بقى قاعده في شركه الشمس فتامر على مزاجي. لا, لا, لا والله حرام بالعكس اني كثير عم يامنوا لي كل شيء انا بدي اياه بس انه صار انه كان شوي الكليبات اول شيء صار في نقاش عليه هون حكي كذا يلا مالي اسماء المخرجين المطروحه للتصوير معاهم بينك وبين نفسك او بينك وما بين زوجك والشركه مين؟
اكيد. هلا انا بتمنى يكون في تعامل للمره الثانيه مع استاذ باسم كريستو. حتعيدي التجربه يعني؟ طبعا. ما حرمتيش؟ طبعا. شخصة كمان يعني مدام فلوريتا إنسانة رائعة جدا جدا جدا، جميلة بحب بموت يعني لا أنا بموت فيهم هم الاثنين. بالفعل الله يخليهم لبعض يا رب. أكيد كمان بتمنى يكون في تعاون مع أستاذ سعيد الماروق. نعم. يكون في أستاذ حسين تعيبس، السيدة نادين لبكي، مجموعة من الناس اللي هلا بحضر كثير كليبات، فإن شاء الله بنصور شي مليون كليب. يا رب، يا ريت احنا اللي حنكون كسبانين. حبيبتي خليني اقف عند الشمس وشركة الشمس وكلمة الشمس معاكي. الاستاذ الكبير عبد الله الجعود قال لك ان الشمس ما بتتغطى بغربال، وعلى ما اعتقد ده مثل موجود في الكويت. خليجي. نعم، او خليجي. الاستاذة تونيا مرعب قالت لك انت مثل الشمس الشارقة، وخلصتي من سوبر ستار، تعاونتي مع الاستاذ عماد شمس الدين حصريا، وكلمات ولحن 7 اغاني البومك الاول من نظرة، وبعدين اتعاملتي مع شركة انتاج قالوا انها اتعملت خصيصا عشانك وحملت اسم الشمس. قالوا ان رويدة صوتها بيشبه صوت شمس الغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم. الشمس يعني والبروباجندا بتاعت الشمس دي اتعملت عشان تقف قدام شمس الغنية اللبنانية او أعوذ حاجة؟ اعوذ بالله، لا. هلا كلمة الشمس سبحان الله ما بعرف يعني هالكلمة كانت ملاحقتني من بداياتي. يمكن يكون هذا رب العالمين هيك بيكون لكل انسان بعث له رزقته، لكل انسان بعث له شيء يعني مكتوب له بده يكون ماشي عليه. فهالكلمة كانت كثير متابعتني يعني. استاذ عبد الله قال لي هالحكي، تعاونت مع استاذ عماد شمس الدين، التقيت بشركة الشمس اللي هي بالاساس اسمها شركة الشمس المقاولات يعني، ف بالامارات يعني هني ما سموا الشمس لانه كرمال رويدة او لاني انا بحب كلمة الشمس سموها. نعم. لا، واللي صار انه هذا يمكن فال حسن او فال حلو علي بالنسبه لي، واللي صار انه كيف في اقلام ماجوره او الصحافه الصفراء تناولت قصص انه يمكن رويده تطلع راس براس شمس الغنية ست نجوى كرم. يمكن لان الاستاذ عماد شمس الدين كمان الف لك 7 اغاني كلمات ولحن. نعم. وكان في تعاملات سابقه ناجحه. ايوه، لمده 10 سنين مع الست نجوى، فقالوا ان الاستاذ عماد شمس الدين جايب رويده علشان يوقفها قدام الست نجوى كرم. لا هلا بالعكس، استاذ عماد ابدا ما فكر لما شافني بانه هو يوقف ست نجوى كرم، لانه ما في حدا بيوقف بدرب حدا وما في حدا بياخذ من درب حدا. اللي صار انه انا بحلم انه يكون انا يكون في الى الحال من استاذ عماد شمس الدين مثل من اي انسان يعني. استاذ صالح شرنوبي هلا من جدا. نعم. جدا جدا سعيدة اني انا بالالبوم القادم في اغنيتين منه. نعم. فتخيلي كان حلم. نعم. فهلأ لما انا بحلم اني انا اشوف استاذ عماد شمس الدين ولا اي شخص كان ملحن انه انا اخذه من مطربة او اني انا لا، ما هو ملحن وهو بدي يشوف الكل. فاللي صار انه برجع بقول لك بعض الصحافة اللي كتبت هالقصص وتناولتها بعدة طرق انه رويدة طالعة وبدت تحكي، وهي اغنية من نظرة اللي كان الشبه انه هو لون شعبي لبناني وكان متعاون لمدة 10 سنوات مع السيدة نجوى كرم. نعم. وكان اللون متشابه وخامة الصوت متشابهة. إلا أنا بعتبر نفسي من مدرسة ست صباح. نعم. وست صباح شهدت لي بهذا الشيء، وأنا صحيح بشكرها والله يطول لي بعمرها يا رب. يعني سواء كانت الست نجوى كرم فهي شمس الغنية اللبنانية وكلنا بنحبها وتبقى ورويدة من محبين السيدة نجوى كرم. واو. وكلنا من محبينها ومن محبين العملاقة الشحرورة الست صباح اللي قالت رويدة هي أحسن من غنت الموال من بعدي. وأنا عايزة بعد ما أروح لنيكولاو موريس مهندسي الصوت عايزة أرجع لك عشان أسمع منك موال تثبتي لي فيه أنك أنت أحسن من غنى الموال من بعد الست صباح، عشان أنا لسه مش مقتنعة. يا لطيف. إن شاء الله أنك ما اقتنعتي قولي لي. لا لا. خلينا نروح لنيكولاو موريس. موتا نيكولاو. هاي وفاء. يا اهلا موريس. يا اهلا. اشتقنا لك موريس. احنا كمان. قول لي عزيزي اشتغلتوا على ايه في صوت عصام سليم؟ هون الاوضاع كانت كتير منيحة. نعم. وعصام غنى كتير منيح بالاستوديو. اها. ونفذ بالتفاصيل الاشياء اللي قلنا له عليها. اوكي. لانه صوته مطواع يعني بيقدر يسمع ويعرف اي شيء قلنا له اياه. واكيد رجعنا اخذنا صوته وركزنا على كذا شغله. اول شغله ركزنا عليها هي قفله الاغاني، قفله المذهب والكوبليه. نعم. لانه الموسيقار فريد الاطرش قافل بشغله بشكل كثير
محترف بقى آه. جربنا قد ما فينا نقدر نصيب القصة. وقدرتوا تصيبوها القفلة؟ ايه اكيد. طب سمعنا افتتي يا سيدي. رح نسمعكم قبل كيف كان بغنى باللايف وهلا بالستوديو هون. تفضل. مطرح ما بدك من روح، مطرح ما بدك من روح، وين ما بدك وديني. هيدي كانت هيك دي ما قبل ما بعد. مطرح ما بدك من روح، مطرح ما بدك من روح، وين ما بدك وديني. يا عيني عليك يا موريس. والتاني حاجة قلت عليها، قلت أكتر من حاجة، إيه تاني حاجة؟ تاني شغلة يلي الملاحظة قلت عنها بأول الحلقة هو حرف السين كمان قدرنا ضبطناه، وهون تدخلت التقنية بشكل كبير. جميل. قدرنا كمان نعمل شغلة رح نسمعكم إياها كيف كانت وكيف صارت. أوكي. مش ممكن بالسر نبوح وحياتك من ضح الروح، مش ممكن بالسر نبوح. اوكي. وهلا كيف صارت معنا؟ مش ممكن بالسر نبوح وحياتك من ضح الروح، مش ممكن بالسر نبوح. على فكرة أنا عندي مشكلة في حرف الشين، تقدروا تصلحولي؟ والله العظيم بجد كل الناس بتفضل يعني كده تقلدني. ولا يهمك كل شيء بيتظبط. بيتظبط. طلع لك يا مريم. شكرا عزيزي. أوكي. شكرا عزيزي ومشكورين على المجهود اللي انتوا بتبذلوه معانا دايما. يا عصام سليم شاب موهوب ويستحق مننا التشجيع في اخر طلة ليه. حبينا لو ما حبينا عيوني، لو ما حبينا عيوني ما تعذبنا ولا لجينا. وحياتك من الروح مش ممكن بالسر نبوح، وحياتك من ضح الروح مش ممكن بالسر نبوح. مطرح ما بدك من روح، مطرح ما بدك من روح، وين ما بدك ودينا. حبينا لو ما حبينا عيوني، لو ما حبينا عيوني ما تعذبنا ولا لجينا. شكرا عصام، شرفتنا سيدي تذكار من غني لي بالاغنية. بصي قدامي دقيقتين بسرعة خالص. أولا أعتذر عن أني قلت ألبوم من نظرة من ألحان وتأليف الأستاذ عماد شمس الدين. نعم. هو ألحان الأستاذ عماد شمس الدين ليه أغنية من كلمات وألحان والأستاذ أغنيات كانوا للشعر السوري شغالة. نعم. وعندك تعاملات في ألبومك الجاي للشعر أنور الزين مشان ما نهضم حق حدا. نعم. ألبومك الجاي المفروض هو نازل قريب، أنت خلاص خلصتي منه خلاص ونزلتي صوتك على كل الاغاني. عندك تعاملات مع الاستاذ صلاح الشرنوبي، مع الاستاذ جورج مردوسيان، استاذ عماد شمس الدين، استاذ وليد سعد، استاذ رياض الهمشري، استاذ وسام الامير، استاذ نزار عبد الله. مش شعره كمان بدي اتذكر استاذ صفح شغاله كمان المره الثانيه حيكون في شعر السعودي سعود شربتلي، والشعره الاماراتيه مطلع الشمس حيكون في كمان الاستاذ عمر بطيشه، دكتور عماد الهامي. يعني الحمد لله الألبوم الثاني كثير ومتنوعة.
عدة على العموم رويدة حبيناكي في اللون اللبناني، في اللون السوري، في الشعبي، في الخليجي، في الموال، في كل حاجة. وأنا كان نفسي أرجوك يا باسم تقول موال قبل ما تقول أغنية الختام حتى صغيرة. الوقت خدنا، بس عشان أنا قلت قبل ما يغني عصام إن أنا عايزك تثبتيلي إنك أحسن من غنى الموال بعد 6 صباح زي ما هي قالت. يلا يا كرم اللي كنت طيب وحالي أيام الهوى اللي حلوي وحالي ان شاء الله اكون ثبتت لك. ولعت قتلك صوابع العشرة شمعة. اعملي عموما مش غريب من بلد فيها عمالقة الفن وعمالقة الاصوات زي الست اصالة والست ميادة الحناوي والاستاذ صباح فخري انها تكون كمان من ارضها بنتها الفنانة رويدة عطية. شكرا وجودك معايا النهاردة. شكرا. انا بدي اتشكرك وفاء كثير كثير من كل قلبي. اتشكر الفرقه الموسيقيه استاذ انطوان شعك من كل قلبي لانه انا اليوم تعبتهم معي بالروبات. نعم يعني استاذ باسم بس اسمح لي اقول شغلي كمان. بدي اتشكر كمان الناس اللي تعبوا اليوم حتى يخلوني اظهر بهذا اللوك. بدي اتشكر صالون بسام فتوح، صالون جورات، وصالون جيهان الخولي لانه عم يتعبوا معي لحتى انا اظهر بلوك جميل على الناس. بدي اتشكر كل الناس الموجودين معنا كمان. وقدرتي تظهري بمظهر لائق وجميل. عايزه اقول لك مبروك انك حصلتي من شعب تونس على افضل صوت عربي نسائي جديد عبر استفتاء شعبي، وكمان من سوريا. وعايزه اقول لازم تسوقي اخبارك اكتر للاعلام عشان الحاجات دي لازم يسلط عليها الضوء، بتبقى مهمه للفنان. من عيني. فكروا يا جماعه تسمعوا ايه من رويده. اغنيه الختام، ام كلثوم. تعبت معاك ولا ام كلثوم؟ ام كلثوم. يلا يا رب. شكرا لكل من تابعنا هذه الحلقه، القاكم الاسبوع القادم ان شاء الله. تحيه مني وفاء الكيلاني، وتصبحوا على الف خير. تفضلوا.